أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، في زمن كثر فيه الكفر وعبادة الأصنام والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، وكان من يعبد الشمس والقمر والأوثان وغير هذا، أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام حدثت أمور عظيمة جدا حتى تعلم الأمة بقرب بعثة نبيها عليه الصلاة والسلام. حصل ما حصل من غزو أبرهة لبيت الله الحرام، وسلم الله سبحانه وتعالى هذا البيت ودحر هؤلاء وجعل كيدهم في تضليل. كل من أراد دين الله سبحانه وتعالى بسوء أخزاه الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله بالحنيفية السمحة، بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم محاسن الأخلاق، خاطب هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، كفار مكة، ما كان على شاكلتهم بحسن الخلق، ووصف عليه الصلاة والسلام في القرآن بقوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقولها كان خلقه القرآن. وحد الله سبحانه وتعالى وحارب الشرك إلى أن توفاه الله منذ أن بعث وهو يدعو لتوحيد الله. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس، وما ترك صلاة قط عليه الصلاة والسلام ولا نام عن صلاة. كان في هذه الدنيا جاد لا يؤخر أي عمل، وشهد له القريب والبعيد بهذا عليه الصلاة والسلام. يقوم بشؤون أهله، كان عليه الصلاة والسلام يتفقد الصحابة، كان عليه الصلاة والسلام يتبع الجنائز، يزور المرضى، يجهز الجيش، هو إمام المسجد، يقوم بالصلاة وتنظيم شؤون الدولة، ويتعلم القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام، ويصنع ويصنع ويصنع. بارك الله سبحانه وتعالى له في عمره عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قدوة عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أنه عليه الصلاة والسلام من البشر، تميز عنا عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه لحمل هذه الرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه كل ما يشق علينا، فهو عليه الصلاة والسلام قد بذل غاية الجهد في دفع كل مكروه عنا، وأعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك وكل ما يكره الله سبحانه وتعالى ويأباه. حريص عليكم، أي على هدايتكم، لم يترك عليه الصلاة والسلام شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به. ترك الأمة على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ومن شرف هذه الأمة أنها تبع لنبيها عليه الصلاة والسلام. كنتم
خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، وسميت هذه الخطبة بخطبة الوداع. وذكر فيها عليه الصلاة والسلام أسس هذا الدين وأصول هذا الدين، وذكر فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى من الشرك والربا وقتل النفس التي حرم الله وغير هذا من الأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى. ومما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، قال الصلاة الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام فضلا عن المشي، يؤتى به إلى المسجد يهادى به بين الرجلين، يعني لا يقدر على المشي، يحمله واحد عن يمينه واحد عن شماله ولا يتخلف عنها إلا منافق، نسأل الله عليه وسلم، منافق ظاهر النفاق، هذا الذي كان يكون به رضوان الله عليه. إذا أردنا النصر، أردنا السعادة، أردنا أن يرضى الله سبحانه وتعالى علينا، فلا بد أن نرضي الله سبحانه وتعالى. واركعوا مع الراكعين، في الخوف، في الحرب، عند أشد أحوال الإنسان أو من أشد أحوال الإنسان الحرب، أمرنا بأن نجتمع في الصلاة، فمن باب أولى في حال السلم. أمة الإسلام عرفت باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت بالاجتماع للصلوات المفروضة الخمس، ويعذر عن حضور الجماعة، الحائض المرأة تعذر عن حضور الجماعة، أما الرجل الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إلى الجماعة هذا كاذب في ادعائه، لأن أناسا ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مقياس المحبة ودليل المحبة لله سبحانه وتعالى اتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف الأمة من إقامة شرائع هذا الدين، وبخاصة أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده، أي أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ليس له شيء من خصائص الربوبية، أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نبتدع في دين الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بشر عليه الصلاة والسلام، هذه هي العبودية له، بل وصف عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لا يوجد أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد يماثل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، ليس لنا إلا الاتباع لا الابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبعه؟
كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعلم السنة؟ كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذب عن سنة عليه الصلاة والسلام؟ لكن الذب عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون إلا على وفق الشريعة، لا على خلاف الشريعة. لا يكون الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم والقتل والتعرض للمعاهدين. السلف الصالح، الصحابة رضوان الله عليهم، دعوا لهذا الدين، تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليهم البعض في تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراء، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى في آداب قضاء الحاجة، حتى الخراء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين كمل الله سبحانه وتعالى، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كعب الأحبار عالم حبر من أحبار اليهود، جاء لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال له: آية في كتاب الله نزلت، في كتابكم نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لأن هذا أمر عظيم في هذا الدين، لا يوجد في أي شريعة من الشرائع إلا في هذا الدين كمال الدين. قال: ما هذه الآية؟ عمر يقول لهذا: ما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة في يوم جمعة، كأنه يقول أبشر، نزلت في عيدين، عيد الجمعة وعيد عرفة. عرف الصحابة رضي الله عليهم كمال هذا الدين، فاتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدعوا. ثم شيئا فشيئا ظهرت البدع والخرافات، وأخذ الناس يتركون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون هذا الإرث الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع إلى المتهوكين والحيارة والمتفلسفة. وأول ما ظهرت فتنة الخوارج، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. خرج أول من خرج ذو الخويصرة، اعترض على من؟ اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أمن الله سبحانه وتعالى على الوحي، لا نؤمن على قسمة غنائم. هذا أول الأمر، أول الفرق الضالة، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ بينها لنا. لم يدعوا أنهم من هذه الفرقة، لم يزكوا أنفسهم رضوان الله عليهم، لم يسألوا عن الفرق الضالة، سألوا عن الفرقة الناجية. هذا المهم، أن نسأل عن هؤلاء ونحرص أن نكون منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من الاختلاف، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية، قال الجماعة أي الذين اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل واحد من الفرق الضالة يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الفرقة الناجية، لكن الميزان هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم، هل قتلوا واحدا من المعاهدين؟ هل كان الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في السياسة في هذه المسائل؟ هل كان واحدا من السلف الصالح رضي الله عليهم يصعد على رؤوس المنابر ويسب ويشتم؟ ماذا صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أول ما صنع عندما كان في مكة، هل فكر في حكم مكة؟ هل فكر النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء على سادات مكة؟ لا. هل دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، دعا على كل الأمة بالهلاك كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام؟ لا. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أبو هريرة رضي الله عنه عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد رفع يديه وأراد أن يدعو على قوم أبي هريرة رضي الله عنه، ظن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا عليهم هلكوا، قال هلك الدوس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، لو دعا على دوس هلك الدوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يمكن أن الأمة تسير وتنتصر إلا بالاجتماع لا بالافتراق، إلا بالتناصح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، باتباع سبيل المؤمنين، وأن هذا صراطي مستقيمة، غير هذا لا يمكن أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الناظر في حال الأمة اليوم، لا اجتماع في صلوات، قد يجتمع البعض في الجمعة كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجمعة فقط، بقية الصلوات لا يأتي. من أين لك هذا؟ قال فلان أفتاني. هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صنع هذا الصحابة رضي الله عليهم؟ كيف نريد أن ننتصر ونحن لا نجتمع أصلا في الصلوات المفروضة، لا نجتمع في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننكر على من أراد الخروج عن سبيل المؤمنين؟ قال عليه الصلاة والسلام لعن الله
أي طرد من رحمة الله، وإذا طرد من رحمة الله لم يبقى في حقه إلا العذاب. لعن الله من آوى، أي ضمه إليه وحماه. آوى من؟ آوى محدثا، أي إحداث في الدين أو إحداث في شؤون الأمة. إحداث في الدين يضم ويحمي ويعطيها السلاح والسكن والطعام والشراب لمن أحدث في هذا الدين، الخوارج، الروافض، كل فرقة ضالة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو محدثا في شؤون الأمة، لص، قاطع طريق. ونسمع في هذه الأيام من يأمر بالفحشاء والمنكر، ينهى عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت الذي ينهى يريد يصلي؟ يقول لا تصلي، نحن قوم كذا ليس علينا صلاة. والله قالها لي البعض، قال ليس علينا صيام ولا قضاء ولا غيره. إذا ضيعت أركان الإسلام، ضيعت الجمعة والجماعات، وبعد هذا قال نريد النصر من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.